أهلا بكم مشاهدينا، إليكم موجز الأخبار من قناة الشروق. تسلم الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين رسالة خطية من رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان تتصل بالعلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى أهم المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا موضع الاهتمام المشترك. جاء ذلك خلال استقباله أمس وزير الخارجية المكلف علي الصادق علي الذي سلمه الرسالة بقصر القضيبية. وأكد ملك البحرين خلال اللقاء دعمه للجهود والمبادرات التي يقوم بها مجلس السيادة الانتقالي لتحقيق السلام والاستقرار في السودان، والتي تصب في مصلحة الشعب السوداني وتحقيق تطلعاته نحو الأمن والتنمية والازدهار. التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي الطاهر أبو بكر حجر أمس بالقصر الجمهوري وفد ائتلاف شرق السودان الموحد، وبحث اللقاء سبل معالجة قضايا شرق السودان وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني وإحداث التنمية المستدامة بالشرق. وأكد حجر حرص الحكومة على تذليل كافة المعوقات التي تواجه مسيرة التنمية في شرق السودان. اختتمت أمس فعاليات النسخة الثانية من المنتدى السعودي للإعلام، والذي استمر ليومين في العاصمة الرياض بمشاركة أكثر من 1500 إعلام ومسؤولين محليين ودوليين. وتم توزيع جوائز المنتدى والتي شملت 7 فروع في مجالات الصحافة المطبوعة والإلكترونية والإنتاج المرئي والمسموع وريادة الأعمال في المجال الإعلامي والإنتاج الإعلامي وجائزة شخصية العام. وناقش الملتقى العديد من القضايا المتعلقة بالإعلام والاتصال تحت شعار الإعلام في عالم يتشكل، كما ناقش واقع ومستقبل الإعلام عبر أكثر من 50 ورقة تناولت مختلف الموضوعات الإعلامية، بل تحدث فيها عدد من الخبراء للتواصل إلى منهج إعلامي مبتكر لوضع خارطة الإعلام والاتصال بهدف تعزيز صناعة المحتوى الإعلامي في المؤسسات الإعلامية عامة كقوى ناعمة. أمن اجتماع الإدارة العامة للتعليم الثانوي ولاية الخرطوم بالوزارة أمس برئاسة مدير التعليم الثانوي بالوزارة عبد الكريم حسن وحضور إدارات التعليم بالمحليات السبع، أمن على بداية امتحانات الفترة الأولى يوم الأربعاء الأول من مارس للعام 23/2000 للصفين الأول والثانوي بل والثاني الثانوي، وتستمر حتى الاثنين 13 من مارس للعام 23/2000. أخيرا مشاهدينا، أبادت غرفة القيادة والسيطرة بولاية غرب دارفور أمس نحو 52 دراجة نارية، وذلك في إطار جهود حكومة الولاية الرامية لمحاربة الظواهر السالبة ومنع انتشار الجريمة. وفي السياق أكد أمين عام حكومة الولاية الوالي بالإنابة محمد يعقوب أن عملية إبادة الدراجات النارية تأتي في إطار مجهودات لجنة أمن الولاية للمحافظة على استقرار المواطنين. وقال إن استخدام الدراجات ساعد على انتشار الجريمة باعتبارها مهدد للسلم والأمن المجتمعي، مثمنا مجهودات القوات النظامية المختلفة لمساهمتها الفاعلة في محاربة الظواهر السالبة. انتهى موجز الأخبار. للمزيد تفضلوا بزيارة الشرق نت في رعاية الرحمن.